السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبدأ يا ريت ما ننساش الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأن نذكر الله لا إله إلا الله. حلقة النهاردة درس مميز جدا باستخدام برنامج اللايت روم موبايل. يا ريت اللايك والشير على الفيديو ومتابعة للقناة. يلا بينا. خش على صفحة الإضاءة، نخلي الكونتراست موجب 25، الهايلايت سالب 26، الشادو نخليه موجب 30، الوايت هنخليه موجب 22، والبلاك هنخليه سالب 21. طبعا ديت الصفحة دي متخصصة الألوان، انت ممكن تقلل اضاءة او تعلي الاضاءة على حسب الصورة اللي قدامك. هنروح على صفحة الكيرف، نروح على صفحة او اللون الابيض. كل ما عليك تعمله انك تزود ديها بالطريقة دي كده عشان نعمل شغل كتير في الكيرف. دوس دون. هنروح على صفحة الألوان أو الكلر، خلي التنت سالب 11، معذرة. ونروح على التنت، سوري، هنخلي التنت سالب 11 والتنت هنخليه سالب 13. الفيبرانس هنخليه 62. الستوريشن هنخليه موجب 10. هنروح على صفحة الميكس، هنخلي الريد او الهيو في الريد سالب 10 موجب 23، اللومنس هنخليه سالب 32، اللون البرتقاني هنخلي الهيو 0، الساتوريشن 34، والليمينيشن او اللومنس سوري سالب 17، موجب 17. نروح على اللون الاصفر، نخلي الهيو سالب 50، الستوريشن هنخليه سالب 48، لا سوري هنخليه موجب 28. اللومنس هنخليه سالب 28. تاني هنخلي الاصفر الهيو سالب 50 والستوريشن 28 واللومنس هنخليه سالب 28. هنروح على اللون الاخضر، خلي الهيو موجب 100، ستريشن سالب 48، اللمنس هنخليه سالب 76، هنروح على اللون السماوي او الاكوا، خلي الهيو
سالب 21 اللومينوس ساتوريشن 66 واللومينوس هنخليه سالب 45 نروح على اللون الأزرق خلي الهيو سالب 10 ممكن تزود درجة اللون على حسب انت محتاجه ازاي ستوريشن هنخليه موجب 45 اللومنانس هنخليه موجب 33 ممكن تزود برضو عشان بين اللون ده اكتر كل واحد على حسب حابب اللون يبقى عامل ازاي اروح على اللون البيربل او الدرجه من درجات الالوان البرتقالي البنفسجي خلي الهيو 0 ستوريشن سالب 29 ستوريشن سالب 29 الماجنتا هنخليه هنا 13 سالب 13 0 سالب 29 سالب 13 هنروح على الماجنتا برضو واحد درجات اللون البنفسجي خلي الهيو 0 ستوريشن سالب 39 واللونوس سالب 39 برضو هندوس دم ونروح على الصفحة اللي بعدها وهي صفحة الإفكت هخلي التكتشر سالب 18 كلاريتي موجب 14 الديزي هنخليه سالب 8 هننزل تحت على جرين او جرين اماونت هنخليه 11 نروح على صفحة الديتيل نخليه شارب موجب 10 النويز ريدكشن او النويز ريدكشن هنخليه موجب 24 الكلر نويز ريدكشن هنخليه موجب 15 هنعمل كرييت للبريسيت هنسمي البريسيت اكوا سكاي نور عن صح وفي نهاية كل حلقة ما بننساش نوريكم فلتر الحلقة اللي فاتت ومنسوش تعملوا لايك وشير ومتابعة للقناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.